صار تاريخ جديد. نعم. ويباع في الأسواق على أنه جديد. كارثة. للمرة الأولى السعودية بتبيع مية زمزم مغشوشة وأكل فاسد للحجاج، والسعودية في ورطة حرفياً، لأن الشعب مش راضي عن أدائها وكل شوية يكتشفوا حادثة فساد. آخرها كان امبارح لما اكتشفوا مجموعة مصانع في الرياض بتصنع منتجات غذائية وعناية بالبشرة كلها فاسدة، والأعجب من كده إنهم بيغيروا تاريخ الصلاحية من العبوات دي بعد ما يمسحوا التاريخ القديم بمواد كيميائية ويطبعوا غيره. والكارثة الكبيرة إن المنتجات دي بتتباع للحجاج بسعر رخيص، وده علشان يشتروها. والموضع ما وقفش لحد هنا، لأن الفساد في السعودية وصل لحد إنهم يبيعوا مية زمزم مغشوشة وللحجاج، وده خبر حقيقي حصل من يومين بعد ما الحكومة صدرت 23 ألف كرتونة مية مغشوشة كانت في طريقها لمكة علشان ياخدها الحجاج معاهم وهم مسافرين. وعلق نشطاء على السوشيال ميديا وقالوا إن الغش في المية موجود من أكتر من 30 سنة، والحكومة قررت بس النهاردة إنها تكشفه. وبكده وصلنا لسؤال حلقتنا، يا ترى ايه العقوبة المناسبة لأي حد بيبيع منتجات مغشوشة للحجاج؟ ده سؤال ليكم تجاوبوا عليه في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير من عين مصر.